الحوج ما عندوش النيف، الحوج ما عندوش النيف، الحوج ياكل حشاكم وحشاك دركم الجيفه. انا كليت الجيفه. المسؤولين يقول لك اللي ماتوا سبلوا روحتهم على الجزائر، سبلوا حياتهم الله يرحمهم. هي الحالة التي آلت إليها زوجة الشهيد العقيد علي ملاح، التي وجدت نفسها عاملة تنظيف تقتات من لحم الجيفة لسد الرمق بعدما سدت في وجهها كل الأبواب. تروحي وحدي يا ربي معايا. ولاد الشهداء يتم واحد محوس عليهم. الشهداء حزنين، حسينا الحزن، ولادنا يتامى. يا ولادنا يا ولادنا اللي عايشين بعشرين دورو، عشرين دورو اللي عطات لهم الجزائر ولاد الشهداء اللي عايشين. ها وليدي، ها وليد علي ملاح ما عنده والو، جا ما كسبهاش في هذه البلاد، ما عنده والو، ما عنده ليلانتريت، ما عنده والو. واسم الله فرض ربط وفرنسا كسرات مكسر في ظهرها، واس في هذاك الوقت، في هذاك الوقت مكسر حتى واسم الاخر دار الباراسون ضروره مقسومه على زوج. على ما يفكروش، على ما يحوسوش علينا. فرنسا كانت تحوس علينا، فرنسا كانت تدينا تبحثنا تضربنا تشربنا الماء تاع الصابون. هذا والو، ما والو، ما يفكرونيش. بصح انا مازالي بالقندوره تاع القبايل، مازالي بالمحربه تاع القبايل، مازالي واسم الاخر فلاحه. يفكروا لي لابسين السباطال ولي لابسين ميني جيب، لي صبغوا شعرهم كل سمانة. السيدة ملاح التي اشتغلت منظفة بوزارة المجاهدين، وهي وزارة كان من المفروض أن تكفل لها عيشة كريمة على غرار ما تستفيد منه أرامل الشهداء وأبنائهم، عاشت واقعا مريرا، حيث كانت تتقاضى منحة بأربعمائة دينار، كما تم منحها رخصة استغلال لاقتناء المشروبات الكحولية ليكون جزاء الاستشهاد في سبيل الوطن المتاجرة في المحرمات. 53 رحت الجزائر، رحت المهندس السعيد، كان هو من يتوسم الأخر تاع ولاد الشهداء، أعطاني الشيفون. أخدمت لفند ميناج، أخدمت في شاطو ناف، خدمت في حدرة الوزارة تاع المجاهدين. يا اخي واسم الاخر في الاول ولاد الشهداء طموهم الشاطونة، تم اللي خدمت من بعد رجعوا هذيك واسم الاخر رجعوا ديري واد اليوب. خدمت عام في حدرة، بعد وقع 10 سنة حبست. كي استقلنا عطونا لا ليسونس تاع شراب، زعما عطوها لي على اسم شاهد حقي. من بعد واسم الاخر كي وليت الحدرة خدمت عام، جيت خدمت في حدرة. من بعد واسم الاخر كي دار عام واسم الاخر او خرج القانون اللي عنده تشريح تاع القهوه ولا سيرفيس طاكسي، يتبع سيرفيس طاكسي ولا يتبع الخدمه. كاميرا تلفزيون النهار حاولت تسليط الضوء ولو على جزء بسيط من المعاناة المريرة التي تواجهها زوجة السي شريف وابنه الذي تجاوز عقده السادس، فارتأينا نقل هذه الحقائق المشاهدين صوتا وصورة لتبيان حجم الاستهانة والتقليل من شأن أسرة ثورية تنسب لمن كان وما يزال رمزا للنضال الثوري المستميت. الأولى هذه تاع جلفة، درنا الذكرى للشهيد في جلفة، توها لها في جلفة. هذه وسام العشير، أعلى وسام يعني في الجزائر، من طرف والي ولايه تيزي وزو. هذه دار لي تاع لا بوليس، هذيك في مسيله. المهم كلهم هادو يعني هذا تمدوا في الذكرى، كرموها فيها وحده تاع مشعل الشهيد. يعني هذا هو الشهادة. هذه تاع وسام العاشر من
مرضية من طرف فخامة الرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. هذا يعني واش كاين؟ كاين وحيدات صغار تاع ليزيكي تاع فوتبال تاع كل ما نديرو ذكرى يعني يكرموها ويعطيو لها ميداي ولا. بحزن شديد روت لنا الحاجة سعدية التي استضافتنا في منزلها الكائن بتيزي غنيف بولاية تيزي وزو أدق التفاصيل حول حياتها الزوجية مع قائد العمليات العسكرية بالولاية التاريخية السادسة، وكذا التعذيب الذي تعرضت إليه على يد جلادي الاحتلال الفرنسي وكيفية التحاق زوجها بصفوف جيش التحرير الوطني ومشاركته كذلك في تفجير ثورة في منطقة القبائل التي عرفت بطولات كبيرة واستشهاد أكثر من 700 شهيد بمنطقة تيزي غنيف مسقط رأس الشهيد سيملاح. طبعا يمكننا ربعنا علي من لحفن واسم الأخر ديك كل الثورة معه يجونا في الليل هذا في الوقت هذاك الوقت يقولوا بنفيين يجوا في الليل نوض في الليل ننطيط في الليل ما عيط نغسل حوايج تاع المجاهدين في الليل نلبسهم اسم الاخر العافيت باش يلبسوهم الصباح. جيت علي بالله واسم الاخر هكذا كيمشي تخبانيا حتى الخمسة وأربعين كان يمشي بالماط كان يجيب السلاح شحال المجاهدين هو اللي باعهم السلاح كريم بالقسم هو اللي باع لهم الماط باع واحد الوليد العمو باع واحد واسم الاخر مولاد يحيى موسى يقول له الحسين وشاد له واحد يقول له عبد الميموح هذوك شدوهم بصح ما قروش زيرتهم فرنسا شكون باع لكم السلاح هذا قالوا له ما نعرفوش شرينا في السوق في تيمزريت ما نعرفو بلادو ما نعرفو الكونية تاعو. مشات الثورة حتى 47 علي بالله تبع المنظمة السرية حتى 52 من بعد ولا شد للدايرة تاع العزازقة وتاع المكودة ماشي هو اللي خير نهار راح لعزازقة ومكودة وحضر المعركة الأولى تاع لعزازقة كان تم نهار صدوا الكازرنة في 54 كان تما كيدخلوا اسم الأخر الكازرنة على كل حال تاع لعزازقة المعركة اللي خلت الروعة في فرنسا على كل حال شي حاجة صغيرة اللي داروا بعد حتى 52 ولا هو اللي يشد للدايرة تاع ماكودا وتاع لاتسكا 56 في المؤتمر تاع لاسومان من بعد هو باسم الاخر شكون اللي راح للصحراء شكون اللي راح للصحراء يرفد يدو رفد هو يدو قالوا انا نروح للصحراء نكمل الجهه تاعي حتى تستقل الجزائر ولا نموت كي نضع 3 تاع الصباح باش يروح للصحراء وليدو كان راقد تسلم على وليدو كا طحت الدمعه على خدو افطن قالوا بابا واش بيك قالوا بابا والو وليدي والو قالوا اش باعي قالوا جاو لي برك قال له ما هي وليدي لو كان كبرت نوعدك إلا مت تولي في بلاصتي تكمل الجهة تاعي ما يبقاش الجهة تاعي في النص ومن بعد قدرت تبكي قلت له راك تبكي قال لي خفت نموت قد الجهة تاعي في النص قلت له ايوا انا راني معاك خدعتك راني واسمو الاخر عطيت لك العهد عمري من عمرك حياتي من حياتك دمي من دمك انا نكمل الثوره
أمداد على كل حال نظره الله يرحمه تبعته هذاك النهار حسيت الفرق تاع الصح. على كل حال هو رجع لي للدار وانا نتبع فيه قال له بعد حبيتي ما روح قلت له لا لكم الجهه تاع روح الله يسهل. هو راح انا وقتك برا خرجت من الباب تاع السور لبرا هو راح مشى شويه جاج نعاش قدامي نعاش رفدوه اربع رجال لابسين الكحل وغطوه بالكحل رحت لجهة القبلة دخلت الدار قعدت نترعد على كل حال حبطني واحد الرعد في الاخر مرت بابا واش بيا باش بك انا نقول لها يا سالي ما زيدش ولي ما زيدش نشوفه ولا دوست ولا دوست لاش الا سبب بس بنيش حتى رحت الرعدة هذيك قلت لي واش بيك قلت له مالها مكان تريسيتي اللي درتني فرنسا فكرت الماء تاع الصابون فكر الماء تاع الصابون اللي نشرب فكرت البتاتي واسم الاخر اللي داروني في البتاتي تاع الماء فكرت كل حياه في الدين نقول لكم فكرت واسم الاخر وحده في سرجل واحد قادني هنا شوفوني واحد شد لي وهذا هكا عملت هك قول لي واسم الاخر باغا لي زيت خلاص ولا مطرق واسمه في كرشين يخلطوا في كرشين يعني اللي حبيت قولوا مهبولة غير قولوا مهبولة. ولسخرية الأقدار فعوضاً من تكريم عائلة الكولونيل ملاح وتمجيد كفاحه ونضاله ضد الاستعمار الغاشم ارتأت السلطات تسمية أحد أكبر الأسواق الشعبية بساحة أول ماي بالعاصمة باسم سوق علي ملاح الذي قتل ب200 رصاصة في سبيل الوطن وليس في سبيل بيع البطاطا كما تقول زوجته. بصح ضرب رانا في الوقت هذو كلم الدوم صدورهم الأرصاص ما رهمش يهدر عليهم ما رهمش يفكروهم علي ملاح سموا عليه المرشي على كان يبيع البطاطا كان يقول الله أكبر الله أكبر يا الجهاد في سبيل الله. المسؤولين نقول لك اللي ماتوا سبلوا روحتهم على الجزائر سبلوا حياتهم الله يرحمهم. من جهته استرجع ابن الشهيد علي ملاح المدعو عمر ملاح والبالغ من العمر 64 سنة ذكريات تنبض بتضحيات والده الذي كان قبل التحاقه بصفوف جيش التحرير الوطني إماما ومدرسا وثوريا بارزا كما أنه لم يخفي أن والده بدأ في بيع السلاح عام 1942 بعد أن تمرد على فرنسا حيث رفض التجند الإجباري في صفوفها وفضل البقاء في صفوف الزوايا. هنا رانا في الطاقة هنا وين جابوا عائلة علي ملاح وليده ومرته سكننا هنا من 60 حتى الاستقلال وهنا كانت كازيرنا كانوا يجيبوا أرامل الشهداء ومنهم أرامل علي ملاح يعذبوهم هنايا. أنا كانت الكريطة كانت كريطة هنايا أنا واحد من الناس يجيبوني يطلعوني لفوق نعس لهم وخطرة نشفى نتذكر داروني في الحبس 15 يوم في واحد لاكاف هنايا حتى ظهري يتكسر صباح يخرجونا نبيعوا الدرابو تاعهم ومن بعد عطيونا نقطعوا الحطب ونسى كاين العين بعيدة منا ينوضوا نسا يجيو يتلايموا هنا صباح بعد يروحوا يجيبوا الماء. ولكن الناس كانوا عندنا واحد زوج بياعين هنا وهما اللي كانوا يبيعوا أراميل شهداء وكانوا يبيعوا أراميل ملاح وأراميل ملاح عندها وجوزت هنا حتى وين رموها داخل النار. ولكن الحمد لله حتى الشامة ما بقات لها ترى حرقت يعني تاع الصح وجهها قاعد تنحرق ولكن الحمد لله ما بقات لها شامة فرنسا ما خلت لها يعني حتى شامة. ونهار تاع الاستقلال أنا الأول اللي نوضت الجشرة كاع قلت لهم خلاص الاستقلال. عمر ملاح الذي راح يذرف دموعا من شدة التأثر
وقال أنه فخور بأمه التي عملت كمنظفة وبوالده الذي كان آخر ما قاله له: لا تخف على والدك، ثأري أخذته بيدي وقتلت الكثيرين من الخبثاء، مشيرا أن والده طمأنه: لقد تركت لك الكثير من الرجال الثوار إلى جانبك. غير أن عمر تأسف على أن الرجال الذين تركهم له والده لم يقفوا يوما إلى جانبه. يعني بتسجعت به، يعني أنا شفت الوالدة صح مناضلة ومجاهدة، ما كاش واحد اللي قال لي لما يعني رحت لطريق ماشي مليحة ولا كذا ولا كذا دارك يزقيو لها راجل يتكلموا عليها الناس اللي خدمت معهم، يقول لك عندك يماك راجل، والحمد لله خدمت بيدها على كل حال كما قالت، ما راحتش يعني الطريق ماشي مليحة. الجزائر هذه تعبنا عليها بزاف، مورال ما تعبنا عليها بزاف. دولي ترى ما فهمتش أبناء الشهداء، ما فهمتهمش حقيقة، ما كانش يعني حوار بين أبناء الشهداء الأصلاء مع الدولة الجزائرية. أنا عدة مرات قلت لهم ودية ونتحاوروا ونشوفوا سلكونا هاد الحكاية تاع أبناء الشهداء اللي مازالوا حتى الآن أبناء الشهداء ما عندهم سكن، ما هم عايشين مليح، ما هم مانيش عارف أنا. دونك إذا كان خلاو الأمور هكذا ولا الشهداء ما راحينش يموتوا هكذا. كلمة اللي قالها لي الأخران اللي نذكر عليها مليح، قال لي ما تخافش عليا، أنا ثأري رجعته قبل ما يعني رجعته بيدي. وقلت له بابا قتلت بزاف أنت الخوانة والخوبات، قال لي يا وليدي، قال لي قتلت بزاف، قال لي ما تخافش، قال لي لو كان يعني نستشهد ولا ما نوليش، قال لي خليت لك رجالة بزاف وراي. ولكن مع الأسف هاد الناس هادو تخلوا علينا. واش نفكر مع الشهيد؟ الشهيد تفرقنا بالحب، تفرقنا بالعز، عمرو إلا سبني، عمرو إلا ضربني، تفرقنا بالمحبة. هذيك الخوة اللي كانت بيناتنا، المحبة هذيك اللي كانت بيناتنا، هذيك اللي غاتلي في قلبي يا بنتي، ما ننساهاش. ماشي دوني، ماشي رجل دوني باش ما نتغرف ولا ننسى، ما نقدرش ننسى. كيفاه تنسي رجل اللي يقول لك ما تخافيش، ما عندكش الماكلة رباتك، انا ربيتك، عاود قررني على كلش، واليوم ننسى، وخلاني يتيم، وخلاني وليدي في حجري، خلاني وليدي في حجري، كيف ننساه، خلاني وليدي صاب روحو وحده، ما عندو خوه، ما عندو عمو، قالو ما تخافش، كيف ننساه؟ لقيت محيني وحدي، لقيت الصعوبة تاعي لقيتهم وحدي. ففي خمسينية الاستقلال التي يتغنى بها المسؤولون في الجزائر بالاحتفالات والشعارات، تعيش أسر من صنع مجد ومستقبل أكثر من 35 مليون جزائري في أوضاع مزرية لا تعكس بأي حال من الأحوال ما قدموه في تضحيات غابت في يومنا هذا. فدرونا نسأل اليوم بعد 54 سنة من استشهاد البطل علي ملاح، ماذا ستقولون للشهيد لو سألكم يوما: هل تضحياتي من أجل جزائر حرة ومستقلة تدفع ثمنها زوجتي عاملة النظافة؟ فأين القسم والوفاء بالعهد؟ أين الصون وأين الأمانة؟ فأين الضمير؟